لتزيدي وزن لازم تركزي على المأكولات الصحية، ولكن تنتبهي انه تزيدي حجم الوجبات. مثلا لازم تتروقي، تتغدي، تتعشي، وإضافة لهالموضوع ما تنسي تاخدي 2 أو 3 سناك بين الوجبات. من السناكات الصحية اللي بتساعدك انه تكسبي وزن ولكن بنفس الوقت تفيدي صحتك، بذكر الأفوكا، بيحتوي كتير على زيوت مفيدة ووحدات حرارية مرتفعة. العسل الطبيعي اللي هو فيه بقلبه مواد بتحارب الالتهابات، خاصة التهابات الزعيم وجهاز التنفسي. أكيد فينا نركز كتير على الجوز، اللوز، المكسرات النية اللي هي بتحتوي على زيوت مفيدة وبذات الوقت بتساعدك انه تكسبي وزن بشكل أسرع. ما تنسي تاكلي فواكه، الفواكه المجففة، العصير والكوكتيل المحضر بالبيت بيحتوي كتير على فيتامينات ومعادن، وبذات الوقت هو غني بالسكر الطبيعي اللي هو الفركتوز. إذا كترت منه بساعدك هالموضوع تكسبي وزن. بالوجبات الرئيسية ما تنسي تركزي على فئة النشويات مثل الرز، البطاطا، المعكروني. كوب من النشويات بيقدر يعطيك بحدود 250 وحدة حرارية، وهالموضوع بيساعدك انه تكسب وزن بشكل أسرع. إضافة للنشويات بدي أذكر البروتينات الموجودة باللحمة مثل لحمة الهبرة، البقر، أو حتى سفين الدجاج وسفين السمك المشوية. هول المأكولات بيساعدوك انه تقوي عظامك أكتر وأكتر وتكتسب وزن بطريقة صحية، إضافة طبعا لزيادة العضل بجسمك. فإذا فيك تركز على هالمأكولات بتكون عم بتزيد وزن بطريقة صحية من دون ما تعرض صحتك للخطر. وإذا عندك أي سؤال حول هيدا الموضوع أو أي موضوع تاني اكتبيلي بخانة التعليقات.